خليل وقف وقف. سوزان منيح اللي شفتك يا بنتي. خالي حورية خير؟ شو صاير معي؟ كان لازم احكي معك. فياض وكنتكم شهيد. سوزان هاد خليل خطيبي، وقريبا رح نتزوج. وهي خالي حورية، كانت جارتي بإزمير. أنا حكيت لك عنها كتير. إيه صحيح، تذكرت. مرحبا، كيفك؟ أنا كنت رايحة على الدرس، إذا بدك خلينا نوصلك، وعلى الطريق بتحكي لي كل شيء. شبك؟ ليش خجلاني؟ تفضلي. مو ضروري، أنا شو بدي روح. الله يسامحك. تفضلي تفضلي، اطلعي بالسيارة. تفضلي يلا. خالة حورية، مو كنتي بدك تحكي لي عن فياض؟ لا لا ولا شيء، لهلا ما رجع وانا قلقانه ما عم بقدر نام. لسه ما في اي اخبار عنه؟ اخبار شو يا بنتي؟ مثل ما بتعرفي لساته ضايع. وانتي قلتي شهيناز كانه، بس ما تكون عامله معك شيء، اذا في شيء قولي لي لحتى اروح بهدلها فورا. لا، مرقت امبارح وجبت شغلات، كنت عملت لك ياهم شغل ايدي، كان بدي اسالك اذا اعطيتك ياهم. احكي لي خالي شو جبتي لي؟ كثير مشتاقه للاغراض شغل ايدك. والله برافو عليكي، كانه بتحبي سوزان كثير، حتى اكثر من فياض. بحبهم هن الاثنين. وصلنا، انا رح انزل هون. خليل بعزبك توصلها لخالي حورية؟ بدون ما تطلبي يا عمري. أكيد. لا تعذب حالك، رح روح لحالي. عذاب شو يا ست حورية؟ نحن بدنا خدمة. خلاص خالته، لا تخلينا نترجاكي. خليكي، خليل بيوصلك لوين ما بدك ولو؟ عن إذنك. يا روحي الله معك. معك. شو كنتي بدك تعملي وليه؟ وحياة الله، جيت مشان ساعدها بجهازها وحكينا هذا الشيء كله قدامك. فياض هو يلي بعتك؟ لا والله ما بيعرف شيء عن الموضوع. الله يوفقك، لا تجيب له سيرة انك شفتني. جيتي مشان تشكيله عن فياض ما هيك؟ اسمعي، اذا قلتي له لابن اخوك المجنون انه انا وسوزان رح نخطب، وحياة عيونكم روحوا بشيله. عم تفهمي؟ عم بفهم. سوزان في شغلة بدي اقول لك اياها. شوفي، جان قال لي مل من لقاءاتنا برا، وبصراحة صاير عم يطلب مني اني شوفه ببيته. شو بدك تعملي بالبيت؟ شو رأيك؟ صفاء بلا حكي فاضي، انتو لسه ما في شي جدي بيناتكم. عم قلك اني معجبة فيه، ليش ما عم تستوعبي سوزان؟ وبعدين من وين بدي لاقي واحد مثله؟ غني وحلو بكفي انه قلبه طيب. بعدين عم يقلي انه علاقتنا صايره بالسر مثل المراهقين. ايه خلص، معناتها تتركي، لانه مو من حقه يجبرك على شيء. خلص انسي، تركينا مني. انت شو اخبارك؟ يعني سعيد ما تحسن؟ تحسن، بس اكل قتلي قاسيته حاليا، كل وشه في جروح. بقص ايدي اذا مو علقان مع المافيا هالولد. يعني دخلك هنن ليش ليخطفوا؟ لك انت شو عم تخبصي؟ يعني في شي ما عم نعرفه. صفاء، مو هداك اليوم قلت لك بعتت مسج لسعيد مشان مناله شو بده يصير فيها؟ صح. ومتذكرة شو كتبت فيها؟ طبعا. مو سعيد اللي شاف المسج، يلي شافه هو الشخص اللي كان خاطفه لسعيد. سوزان انت عن جد عم تحكي؟ اذا الزلمة رح يصير عنده ولد من مرة تانية، ولسه حضرتك عم تفكري بالمسجات اللي بعت لك اياها؟ شو بتفرق اذا هو كتب المسج او مو هو؟ معك حق. طب روقي، المهم هلأ هو منيح. تعرفي لو صار له شي لسعيد كنت رح موت. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.